Nous sommes venus ce matin. جئنا هذا الصباح لمقابلة رئيس الجمهورية وعرضنا له المعلومات الخاصة بالاستعدادات لمناسبة تسليم مبنى الكاتدرائية والأنشطة الدينية المصاحبة للافتتاح والتي ستسمح لهذه الكنيسة أن تكون كنيسة شاملة وقدمنا له بعضا من المطالب لأن المناسبة ستستضيف عددا من دول شبه الإقليم والدول الصديقة والكنيسة لا تستطيع تحمل هذه النفقات واستضافة هذا العدد وعليه طلبنا من رئيس الجمهورية تقديم الدعم ووعد الرئيس بذلك حيث قال إنها مسؤولية وطنية وأنه مستعد لتقديم الدعم حتى يعود ضيوف البلاد وهم يحملون ذكريات جميلة عن تشاد. المناسبة ستكون في 29 من أبريل في تمام 8:30 صباحا وأنتهز هذه الفرصة لأقول لكل المواطنين أن تعهدات رئيس الجمهورية الراحل المشير إدريس دبي إتنو بشأن ترميم الكاتدرائية وتطوير الحوار بين الأديان قد تمت بالفعل وأن الرئيس محمد إدريس دبي إتنو يسير على هذا النهج لذلك قدمنا له الشكر لدعمه المتواصل وفي نفس الوقت تساند الكنيسة الحكومة عبر الصلوات والدعوات وأمنياتنا أن يعم السلام والتعايش السلمي بين أبناء وبنات جاد.